السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد في مقطع جديد من لعبة Elden Ring، واسمحوا لي ارحب بكل مشترك جديد شرفني باشتراكه. في شغلة مهمة حبيت اني انوه عليها، في كثير من الكومنتات لاحظت انهم متلخبطين بين نوعين من السميثنج ستون، فيه السميثنج ستون الابيض وفيه الاسود، في بعض الاسلحة تتطلب من هذا وفي بعضها تتطلب من هذا. طبعا انا شرحت عن السميثنج ستون الاسود اللي هو المقطعين اللي نزلتهم 1 و2 و3 و4، اما بالنسبة اذا كنت تدور على السومبر سميثنج ستون فهو موجود عند الحداد في هذه المنطقة، راح أرويكم إياه. عنده دنجن، أول ما تفتح الدنجن بتحصل جريس بوينت بوجهك وبتحصل هذا العملاق هو الحداد، فبتكلمه راح يفيدك في قصة Elden Ring وراح يفيدك بعد في تطوير الأسلحة وتشتري من عنده السومبر ستون الأبيض 1 و2 و3 و4. اما السميثنج ستون نزلت عنها المقطعين، وفي هذا المقطع ان شاء الله راح ارويكم كيف تجيب الخمسة والستة والسبعة والثمانية، طبعا خمسة وستة لحالهم وطريقة السبعة والثمانية لحالهم. لكن قبل هذا اسمحوا لي ارجع للثلاثة والاربعة، لاني في المقطع الماضي نسيت في الايديتنج كان المفروض اني ازوم على هذه المنطقة، لاحظت في بعض الكومنتات يقولون لي وين المنجم هذا ما شفناه، فهذا هو المكان. اول ما تدخل المنجم راح تحصل ايش اسمه زي الصليب هذا على يسارك، وبيطلع منه شخص يرويك مكان الدنجن، بتضرب بسلاحك في هذا الدنجن وبتدخل بتحصل صندوق بوجهك وتاخذ البل بيرينج 2 اللي يفتح لك الستونز 3 و4. اسمحوا لي طولت في المقدمة بس لابد اني اوضح للشباب هذه الشغلة. المهم الخمسة وستة هي طويلين الاعمار بتحصلونها عند الزامر رونز، هذا المكان طبعا متقدم كثير في اللعبة عند المنطقة الثلجية. من هذا الجريس بوينت بتستدعي الحصان، يفضل انك تستدعي الحصان عشان تتجنب الدمج من الحلوين اللي بتقابلهم في الطريق. وبعد ما تدخل الرونز الثاني راح تشوف على يمينك زي الشمعة راح تبين، سواء كان في الليل او في النهار راح تبين معك، وبتنزل من الحصان وتدخل. طبعا في باب راح تفتحه وبتحصل الصندوق مباشرة قدامك وراح تاخذ منه السميث ستون ماينر بل بيرينج. بترجع الى الراوند تيبل هول وتعطيه البنتين وكذا خلصت موضوع الخمسة والستة بالسميثنج ستون الاسود، وتقدر طبعا تشتريه بالرونز بشكل لا نهائي. اما بخصوص السبعة وثمانية اخوان، هذه مع تقدمك في القصة راح توصل لها، طبعا فيه بوس معين لازم تقتله، مع تقدمك في القصة بتجيبه، فما يحتاج منك انك تسوي اي شيء غير انك تمشي في القصة. ما ودي احرق واجيب البوس، لكن اللي يختم راح يحصل هذا البلبيرينج واللي موجود في الدراغون تمبل. وبس يا شباب اتمنى انكم استفدتم من المقطع، لا تنسون لايك ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جاي. السلام عليكم.